الفنان القدير الراحل محمود عزمي. هو ممثل مصري خريج أكاديمية الفنون، واشتغل في المسرح القومي والمسرح الحديث، وبرع في الأداء الإذاعي في كثير من المسلسلات الإذاعية وفي المسلسلات التلفزيونية، واللي أبرزها عيلة مرزوق أفندي وهارون الرشيد ومحمد رسول الله. وفي المسرح اشتغل في مسرحيات كتير، منها سكة السلامة وست البنات وعطيل، وشارك في السينما أيضا بالعديد من الأعمال، وأبرزها عودة أخطر رجل في العالم وشاطئ الأسرار وسنوات الحب. في الخمسينات ركز محمود عزمي على السينما وقدم 16 فيلم، منها كدتو أهدم بيتي مع رأي إبراهيم ومحمود المليجي ومحسن سرحان، وفيلم أثار في الرمال مع فاتن حمامة وعماد حمدي وزهرة العلا، وفيلم إني راحلة مع عماد حمدي ومديحة يسري وزينات صدقي، وفيلم شاطئ الأسرار مع عمر الشريف ومجدة وتحية كاريوكا، وفيلم الأخ الكبير مع فريد شوقي وهند رستم، وفيلم هذا هو الحب مع لبنى عبد العزيز ويحيى شاهين، وفيلم هدى مع عماد حمدي ولبنى عبد العزيز، وفيلم أبو أحمد مع فريد شوقي وأمال فريد. الفنان القدير الراحل محمود عزمي في الستينات والسبعينات اتجه للأعمال التلفزيونية إلى جانب السينما، وقدم مسلسل هارب من الأيام مع سعيد صالح وتوفيق الدقن، ومسلسل خيال المآتة مع عبدالله غيث وسميحة أيوب، ومسلسل السجين الهارب مع محمود المليجي، إلى جانب فيلم الفرسان الثلاثة مع إسماعيل ياسين ومحمود المليجي، وفيلم على ضفاف النيل مع كمال الشناوي وشادية، وفيلم أخطر رجل في العالم مع فؤاد المهندس وشيكار، وفيلم هارب من الأيام مع فريد شوقي وسميرة أحمد. أما في الثمانينات والتسعينات ركز جهده في الأعمال التلفزيونية أكتر من السينما، وقدم مسلسل الفندق مع يسرى ومصطفى فهمي، ومسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين مع أحمد زكي وهالة فؤاد، ومسلسل محمد رسول الله، ومسلسل الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان مع محمود ياسين وفردوس عبد الحميد، ومسلسل هارون الرشيد مع نور الشريف وعبلة كامل. الفنان القدير الراحل محمود عزمي من أعماله أيضا شارك في فيلم أبو أحمد، كان بيعمل دور قاسم، وفي عام 1960 شارك في الفيلم الشهير بين السماء والأرض، وفي عام 1961 شارك في فيلم الفرسان الثلاثة، كان بيعمل دور نبيل ابن عم هدى، وفي عام 1964 شارك في مسرحية سكة السلامة، وفي عام 1967 شارك في مسرحية بلاد برة، كان بيعمل دور متولي السواق. محمود عزمي فرج عثمان، واسم الشهرة محمود عزمي. تاريخ ميلاده كان 1 يناير في عام 1925، وتاريخ وفاته 27 نوفمبر عام 2011 بعد إصابته بهبوط حاد في القلب، وتوفي عن عمر يناهز 86 عام.